موضوع الفيديو عن التسويات الجردية. من المعروف ان الاجراءات المحاسبية في الجرد بتتم اولا عن طريق جرد المخزون لمعرفة الرصيد الفعلي في المخازن، ولتسهيل عمل لجنة الجرد نقوم بطباعة تقرير الاصناف حسب المخزن، وده بيتم عن طريق نظام الجرد. بنبتدي نختار تقارير الجرد اليدوي، ونبتدي نختار المخزن اللي هنعمل منه جرد، وليكن مخزن رقم واحد. ونوع التقرير عندنا أكتر من نوع. أول نوع عندنا قائمة الجرد بإظهار الكميات المتوفرة، وده تقرير بيظهر لي كافة الأصناف الموجودة في المخزن رقم واحد مع إظهار الكميات المتوفرة منها داخل المخزن. أما التقرير التاني هو قائمة الجرد بدون إظهار الكميات، وده بيظهر لي كافة الأصناف الموجودة داخل المخزن مع عدم إظهار كمياتها الفعلية. أما ناقص الجرد وزائد الجرد، ده تقرير بيجي بعد خطوة الجرد. لو أنا جردت المخزن وعايز أشوف ايه الزيادة وايه اللي ناقص عندي من الأصناف اللي ظهرت في الجرد، فبختار زائد أو ناقص الجرد. هنختار قائمة الجرد بدون إظهار الكميات مع تحديد المخزن رقم واحد. هيتم طباعة الأصناف، كل الأصناف الموجودة في مخزن رقم واحد مع كمية الجرد اللي هنتم جردها. وبعد الانتهاء من عملية الجرد بنبتدي نخش في مرحلة تانية، وهي مرحلة الجرد اليدوي أو إدخال الجرد اليدوي داخل الجرد الفعلي داخل السيستم. ويتم إدخال الرصيد الفعلي الموجود في المخزن لمعرفة الفوارق بين الرصيد في النظام والرصيد الفعلي زي ما قلنا عن طريق شاشة الجرد اليدوي. نبتدي نعمل إضافة. عندنا طريقتين، يا اما بنضيف رقم الصنف ونختار الكمية والجرد بتاعته، او انزال البيانات، ودي لو احنا هننزل اكتر من صنف مرة واحدة او لو كل الاصناف، وليكن هنختار من صنف، هنختار صنفين، وليكن هنختار الصنف ده والصنف ده. قال لي الكمية المتوفرة من ده 10 ومن ده 15. لو حطينا في كمية الجرد من ده بدل 10 هيبقى عندي 9، ومن 15 في الجرد ظهر لي 16. يبقى كده عندي الفارق هنا سالب واحد ناقص صنف، وهنا زيادة صنف. نبتدي نعمل حفظ. بعد تحديد أسباب العجز من خلال تقرير الجرد، دلوقتي هنعمل معالجة للفروقات المخزنية من خلال شاشة تسوية المخزون. من خلال شاشة تسوية المخزون هنبتدي نعمل إضافة، نقدر من خلالها نعمل تسوية للكميات وكمية وتسوية للتكاليف. دلوقتي هنعمل تسوية للكميات، وهنبتدي في رقم الحساب هنا نختار حساب التسوية اللي متضاف عندي في الدليل المحاسبي، وهنبتدي ننزل البيانات اللي احنا عملناها في الجرد. في انزال البيانات هيظهر عندي اكتر من اختيار، منهم فارق الجرد السنوي للاصناف المجرودة والغير مجرودة، وده بيظهر عندي بينزل لي كل الجرد اللي انا جردته او الاصناف اللي انا ما جردتهاش، وبتظهر عندي بجردها بصفر، يعني بيظهر عندي ان دي عجز او نقص عليا في المخزن. تاني اختيار عندي فارق الجرد الغير سنوي للاصناف المجرودة فقط، وده انا بنزل عندي الجرد الغير سنوي اللي انا مش معلم عليه جرد سنوي للاصناف المجرودة فقط. تالت حاجة كمية الجرد بدون مقارنة، وده بينزل لي كمية الجرد من غير ما يقول لي الفرق بين الفعلي واللي تم جرده كام بالظبط. هنبتدي ننزل ونختار من هنا رقم التسوية اللي هي دي، نعمل إزناء إنزال محددناش، او نبتدي نحدد فارق الجرد الغير سنوي. نبتدي نعمل انزال اصناف، نزل الصنفين اللي انا جردتهم فعلا، واحد بزيادة كمية واحد والصنف التاني ناقص كمية. اول ما بعمل حفظ بيبتدي يعمل لي لوحده قيد محاسبي
في زيادة الصنف، إثبات لزيادة الصنف، وقيد لإثبات نقص الصنف. أنا ظهر عندي دلوقتي تسوية المخزون مدين ب2000، والمخزن اللي هو مجموع الإلكترونيات دايم ب5000، ومدين ب3000، مدين ب3000 بالزيادة وبالنقصان. في حاجة مهمة تاني، إن احنا ما ينفعش نعمل تسوية، ما ينفعش نمسح تسوية أو نعمل لها حذف أو تعديل للتسوية. التسوية ما بتتعدلش، إنما أنا أقدر أعمل حاجة، نقدر نعمل حاجة اسمها عكس تسوية كميات سابقة. دي من خلال التسوية اللي احنا عاملينها نقدر إن احنا نعكس التسوية، ونقدر إن احنا نعملها بتسوية تانية خالص. اقدر ان انا هنا اعكس التسوية، مفيش اي مشكلة معايا، لكن الحذف غير مفعل بالنسبة لتسوية المخزون. في حاجة مهمة تانية برضو، ان واحنا بنعمل جرد يدوي، ان كان ده جرد سنوي او جرد 31/12، مهم جدا ان احنا نعلم على التشيك بوكس بتاع جرد سنوي، عشان نقدر نفرق بين الجرد السنوي اللي احنا عملناه والجرد ممكن يكون خلال السنة.